يو جايز، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي للقنصليه حيت غنوجد شي اوراق. المهم ان شاء الله، وانا كنضحك ان شاء الله. شنو راه خرجنا الصباح واحد المشاكل، واحد ملي خرجنا يلاه قلت لها صافي نبدا البلوك دابا. المهم المشاكل وداكشي راه غنعاودهم ليكم. لكاع الناس اللي كتبوا لي في الكومنتير بعد المرات شي حاجات اللي كضحكوني، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بعينيكم. صافي دابا حنا جينا لواحد البلاصه سميتها تنجر لي كويو، ومن تنجر لي كويو غادي نمشيو في واحد الطوبيس اللي كيدير لي باز ماليس. داعي عباد الله على برد، تخيلوش دابا كنطيح الثلج، ولا كتقفقف من هنا يومين غيطيح الثلج ان شاء الله في اسطنبول. دعيو معانا. هي القنصليه المغربيه، شوفوا فين جات. تخلعت، قال لي من الطاكسي. انا كنقول ليه انت كيفاش هنايا؟ قال لي نزلوا من الدروج. غنزلوا من الدروج، هادشي كامل هنا بحال جات في غيبه ولا شنو هذا؟ خلي قولنا هادي اللي حولوها شخول على شوفي دارت، حيت اصلا شوفوا راهي بحال غادا في الجبال ولا الهضبات. المهم حيت اصلا باش وصلنا لهنايا لقينا مشكل، هادشي ما طحناش في هذاك الاوتوبيس اللي غادي يجي كيتعطل، وانا ما خصنيش نتعطل حيت عندي بزاف منقدي. ديكو جينا في الطاكسي وقلنا 10 دقائق ديال الطاكسي ماشي مشكل. غنجيو نشوفو دابا الشوك هذا، الشوك هذا. الله ولك الريحة على مزيناتها، والله يا اختي على الريحة، ريحة الشيبة بحال ريحة الشيبة. شحال هادي مشميت الشيبة، ياك ما حجينا القنصلية المغربية، هادي الشيبة مفقودة في تركيا، مفقودة ما كنلقاوهاش. شوف هنا الدجاج، والله الدجاج، والله إلا حاطينا في الطبيعة ما تجي تتشم. الله عاد دخل دخل تقضي اغراضك وعاد تخرج. دابا ما كاين حد، اوي ما قلت ما كاين حد على قبل الصحه ديالي. درت لك ماما عدو يبان لي على قبل الجيب ديالي اللي هاد سميتو ديال البوليس. لا مكتوب فيهم بوليس مقبره. هاي فاس كونسول. المهم راه كاينه حدا مقبره لهي الناس في اسطنبول اللي بغى يجي. هاي فاس كونسول وصلوا. أو غندخل واش هادي القنصلية؟ كتشوف بحال الدار. ها هي راها رايتنا. ويلي 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 شحال هادي ما شفتها. الله الله يا خويتي، الله الله رايا. واش كتبان ليا هنا ولا لا؟ ها هي صوب. كتبان. ها هي رايت الغريب. شحال هادي ما شفناها، ما شفناها هكا جون لي لايف لايف. المهم ها حنا الا كنتمتع هاد الدخله زوينه فنه. يا دايرين في هذاك الشيء جميل. شوفوا شوفوا يا رايت المغرب. خلونا نكتب الوراق. مشكلة ما مسجلش أنا يا خويا، مسجلش في القنصلية صافي تخاف تعطيو المعلومات. لا لا بعد ما بينش شنو كاين تما. سير أنا جاي كتجيب.
راي القنصلية العامة للمملكة المغربية. راي رايتنا كتبان فيها شوية من هنا. خولة دخلت من الباب تما كنا. ايوا انا كي ديما نتسنى فيها. جايز خديت كاع الاغراض ديالي. المهم تصدمت في شي اثمنه ديال شي حوايج في القنصليه. المهم المعامله ديالهم زوينه، يعني كيتعاملوا معاك يضحكوا معاك كلشي. كاين فيهم شي واحد اللي شويه مرض في عقلهم، ما نديوش عليهم، الاغلبيه مزيانين، واحد ولا وحده خايبه ولا خايب ما كاينش مشكل. ها وراء الدروج، واه يا ربي مولاي. دابا عاد نمشيو نشوفو، نعاودو نشدو يمكن طاكسي للميتروبيس. شد الميتروبيس غنمشي للسونتر باش نبدا الحصة الأولى ديالي ديال لازيغ، غدوزو معايا النهار. تجيو هنا كتقرا القنصلية المغربية، عاد كتهبطو هاد الطريق كاملة بحال الجبل. المهم فيها الدروج لهيه ولهيه، كاينة مقبرة. المهم كتهبطو هي كاينة في هاد الجهة. ليسه دابا عاد نخرج نمشيو فحالنا. الله يا ربي، الله الله، عرفتي واش كتكون صابه الشتا وهاد الجو وكتكون كتمشى بوحدك في الطريق؟ ما يمكنش نخيل لك، نتخيل، ما يمكنش تخيلوا نص ديال هاد الحياه الجميله. كتحس بالهواء نقي، الله ياه. تخيل ما نديرو نجر معايا شي كورونا، شي كورونا صافي. اه يا ربي، لا لا جات ساعه ما كديت رجلي ما بقيتش كنحس بها. زيد اخويا زيد. المهم هادشي هادشي فاش دخلت القصر كلشي كيهضر بالدارجه، ما فين كندخل الادارات وداكشي تركيه كلشي كيهضر بالدارجه. مع شحال هادي انا ما خصا في اداره، خصا في اداره راه المغربيه راه قلت الله بقيت عداوي داوي 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 معاهم. جايز بحدي بحدي غادي، يلا كنا كندوي في واحد الموضوع اخونا. ونتفكر انه في لي كومونتير كانوا عندي شي وحدين وباقي الان شنو تيقولوا. جات معاكم ساكن في تركيا، معيشة رخيصة، ساكن في تركيا كلشي عندو مرخيص. هادي هادي بغيت نصدمكم بواحد الحقيقة، وأن تركيا مبقاتش كما كيسحاب ليكم. تركيا دابا عندها فيها المعيشة يعني غلات شي شوية، وبالنسبة بالنسبة مقارنة يعني بعامين اللي قبل. أما دابا حاليا يعني بالنسبة للفواتير ديال الضو الماء الغاز تقريبا غلا من المغرب بأضعاف الأضعاف. اوكي باش نشرح لكم اكثر. دليل دليل وغنعطيكم حتى الدليل. دابا كيعطيو ورقه ماشي بحال المغرب، ورقه ديال ورقه وحده فيها الماء والضو مخلص ياك. حنا هما كيعطيو ورقه فيها الغاز، ورقه فيها الماء، ورقه فيها الضو. انا نقول لكم شحال جانا الغاز اليوم. هانشوف هانتوما، ها هي خوله طيب، خوله مدرقه ليا هذه لادريس سميتو. المهم ها هي سميتي ياكو نوريك. شوفوا مزيان 857 ليره اللي جات هذا الشهر غير ديال الغاز. اي هي لالا ويا سيدي اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير عايشين فابور. اي غير الغاز بلا ما بلا ضو. هادي الصدمه اللي ياك صرفقتنا الصباح هي هادي حيت قلتها لهم قبيله. غير الغاز 857 ليره، ما يعادل 900 وشي حاجه، قولوا 1000 درهم غير غير الغاز. باش تكونوا عارفين وعندكم يعني فكره عامه وما يكذبش عليكم شي واحد. قلنا انا دابا دوك الناس اللي كيكتبوا يكونوا ارتاحوا شويه وقالوا مزيانه فيهم. حاجه دوك راه الناس اللي كيكتبوا بحال هكا اصلا كيكونوا ما كيحملوكش، فهمتي؟ داكشي علاش كيكتبوا بحال هكا. دونك يلا ارتاحوا، احنا عطيناكم خبر يفرحكم. هذا المنطق كيضحك. العمارات في الدار، لا هادي جايبين شي ربيحة. شوفوا
خدام عاطي معنا ولا لا؟ عاطي معنا عاطي. المهم هو ندخل وندفع ولا بغات تموت تموت. وجهك كيضحك. ها التعقيم ضروري. شتي شتي. المهم ديرين هاد اللعيبات هادو هاد ليطاب بيغولا ليطاب بيغولا هاد ليطاب هادو كتمشى عليهم كيختصروا عليك الطريق. يعني انت غادي بحال كتضرب السرعه ديالك العاديه وانت كتمشى عادي في جورج ولا نيبيليم. دابا راه كبير في هذا لاسانسور وليت كنهضر معاهم ديما وانا سخفانه كنتجاره وما راحين يهجوا معايا. المهم حنا دابا كنا في جينا للبيت. وفاش كنا راجعين مشيت انا دزت ندير الحصه الاولى ديالي ديال لازير بيتو ما يمكنش نصور لكم تما سميتو وخاولة جات للدار حيت كان خصها تجي للدار. المهم جيت عاوتاني خرجت انا من تما وخرجنا نمشيو نجيبو شي حاجه نفطروا بها حيت حنا صايمين. تقولي نفطروا بها كيفاش حنا صايمين؟ الله يتقبل منا ومنكم الناس اللي كيصوموا قولوا لينا ولا اللي صاموا كملوا دينهم قولنا في لي كومونتير اللي مازال ما كيصوم دينو نو دي تيغيدي صوم دينك. المهم فاش مشينا ناخذ داكشي اللي نفطروا به البارح لاحظنا واحد الحاجه. البارح خدينا الحليب بثلاثه الليرات اوكي وعشتي 75 خدينا الحليب بثلاثه 75. اليوم مشينا ناخذ الحليب لقيناه باربعه 75. تسالنا شفنا كاع داكشي مول فين كناخذو يعني في المصروف وهذا بقينا كنتسائلوا كنقولوا كيفاش ياك ما حنا غلطنا ياك ما معقلناش. زادوا في الخلصه ديال كيقولوا اسكار وجريت يعني الخلاص ديال العسكري مثلا نقدر نقولوا ليه السميك وما زادوا فيه غير زادوا في داك السميك ديالهم زادوا حتى في المصرف. شدتني الشحفه وجاني الجوع. المهم صافي هادشي كيدوز نهاري. بغيت نوريكم يعني شنو درت اليوم ما خرجت من الصباح قلت اجي نصور لكم من الصباح تتشوفوا. بالنسبه للفطور حنا ما كنكزاجيروش في الفطور كناكل شي حاجه اللي يعني عادي اللي كنقدر ناكلو ديما بحال مثلا كنفطروا ب شي حاجه اللي نورمال نفسها نقدروا نفطروا بها يعني ماشي زعما في صمتي خاصك تمشي تبدر في المصروف لا كناكلو نورمال. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وما تنساوش تقولي في لي كومونتير شنو بغيتو في الفيديوهات الجايين باش نوجدو ليكم. ديكو جايين مفاجآت زوينين بزاف غير حضروا راسكم اليوم حضروا راسكم المفاجآت اللي جايين ستكون صدمه جميله. المهم وجدوا راسكم ليها وتابعوني وشكرا بزاف وكنبغيكم وما تنساوش everything will be okay peace.